صباح الخير ابو جوار تغز. صباح الورد وصباح الياسمين. اتصلتي بينا الصباح قلت لنا كاين عندك شي همزه جامي تدرت في المغرب. عندي همزه ندير لها لكم في هذا الصباح هذه. عمر شتيها في شي باش وعمرها كانت في شي لايف وعمر دارها شي دايب. هي هذه الهمزه. هذه هي الهمزه. يلاه خرج ورينا تذكر شوفوا راه حنا. عشان راه ما هي الصباح هذا ما كي درتي سوق خصك على هاد الهمزه. انت هو اللي مشيت تفيق الصباح بكري ولكن على هاد الهمزه غتولي تفيق الصباح بكري. دوز عندي عندك كنقول لك الا عندك تشري ما عندكش ما تشريش كلشي لابس الذهب من مجوهرات غزه. اليوم جايب لك الذهب 150 درهم فقط. 150 درهم الذهب 150 درهم غتشري بها الذهب ومعها بواطا الزاله. دوز زوبي ديال الذهب. اش هاد الخيوط؟ هادو الخيوط ديال ليبول. الخيوط ديال ليبول 10 ديال ليبول 10 ديال ليبول الخيط حر هادو غني عن التعريفه فيهم كاع الالوان كاع لي موديل هادو ب 3000 ريال البنات عرض خيالي غيبقى حتى ل 30 في شهر 12 بروموسيون ولا في الاحلام 150 درهم كاين اللي فيهم العقيق الحر و10 ديال ليبول زوبي اللي طايب مزيان و10 ديال ليبول ها هما وكاينين هادو اللي فيهم 8 ديال ليبول داير لهم عوينه حره دوريجي مع الخيط فهمتي جميع الالوان متوفرين هادو البنات باش نزيدكم هادو ما فيهمش الارسال هادو اللي خدا شي كوموند يدوزها معاهم او اللي جا للمحل مرحبا والف مرحبا بك 150 درهم 3000 ريال 15 ديال الاورو اخر بروموس دارت فيهم واخا ذكرت في المغرب 170 درهم هذه ارخص بروموس كتكون 170 درهم واكثر كيبيعوا ب 200 درهم اليوم ب 150 درهم غتشري هادو اللي عنده شي بنت او اللي بغى ياخذ كادو يفرح الزوجه ديالو والصديقه ديالو ما عليه غير يتواجه عند المحل ديال مجوهرات غزه اللي كيتواجد في رقم واحد زنقس موسكو احداث ازرو ومرحبا بالجميع